قدرة التحالف العربي على الوصول إلى معلومات استخباراتية بتحديد مواقع تخزين جماعة الحوثي الانقلابية للطائرات بدون طيار والدرونز التي تستخدمها في العمليات الإرهابية في المناطق المحررة أو حتى في انتهاكها لهدنة ستوكهولم بالسويد. يعد ضربة نوعية للتحالف العربي والتقدم كبير من قبل التحالف العربي يمكن أن يضعف جماعة الحوثي الانقلابية بدرجة كبيرة جدا، خصوصا وأنها تستخدم الطائرات المسيرة في انتهاك صريح وفي تجاوز للقرار الأممي الذي يضغط العالم بشكل كامل على جماعة الحوثي الانقلابية من أجل تنفيذه والانسحاب الكامل من مدينة الحديدة والموانئ ومدينة الصليف ورأس عيسى. لا شك أن الحوثيين خلال الفترة الماضية يعني أثبتوا يعني وجودهم ومناوراتهم العسكرية عبر الطائرات المسيرة، وبالتالي كان على التحالف أن يستهدفها، خصوصا أن هذه الطائرات المسيرة حركها الحوثيون في أكثر من جبهة وتم إسقاط عدد كبير من هذه الطائرات، لكنها على الأقل ظلت يعني هاجسا مؤرقا لدى قوات الجيش الوطني في أكثر من جبهة، خصوصا الجبهات التي تشهد يعني حدود التماس والتقارب قريبة جدا بين الطرفين. لا شك.